ظل المواطن المصري هو بطل رواياتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى. وظل المصريون كل المصريين في وجداني وضميري أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم. تشهد المنظومة الصحية في مصر اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية منذ انطلاق الجمهورية الجديدة، حيث يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صحة المواطنين أولاً ثم تأتي التنمية، فأطلق حزمة من الإصلاحات الصحية التي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات، والمحور الثاني المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي وتعمل بشكل مستمر حتى الآن مستهدفة كافة الفئات العمرية، والمحور الثالث وهو الاهتمام بالأطباء، حيث كانت البداية من المادة 18 لدستور 2014 والذي نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة. فلم يتوقف الأمر على ذلك، بل سعت الدولة بتطوير شامل للمنظومة الصحية، شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. الدولة الجديدة ما بقتش بتفكر في الصحة على أنها تقديم العلاج وفقط، الدولة الجديدة بقت تفكر في الصحة على أنها حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، وبالتالي نحن نسعى لأن يعيش الفرد حياة صحية سليمة في أكله وفي شربه وفي نظام حياته وفي تلقيه العلاج إذا احتاج إلى ذلك، وبالتالي يبقى الأسرة هتعيش حياة صحية سليمة، يبقى المجتمع هيبقى مجتمع صحي وقوي وسليم وقادر على الإنتاج، يبقى في النهاية بنحقق المبادرة الأكبر للسيد الرئيس، حياة كريمة للمصريين. في حياة كريمة تم دعم وزارة الصحة ب1115 وحدة وطب أو مركز طب أسرة، منهم حوالي 900 إنشاء جديد. إنشاء جديد يعني أكنها أرض فضاء تماماً وبتنشي عليها منشأ، ومش إنشاء جديد وخلاص، مش إنشاء جديد ذو قلق، إنشاء جديد مطابق لمعايير 2022، معايير متطلبات التأمين الصحي الشامل، معايير مكافحة العدوى، كمان سياسات الجودة، والمعايير المهمة جداً خاصة بالتحول الرقمي. يعني النهاردة كل المنشآت الخاصة بحياة كريمة بتطبق فيها معايير التحول الرقمي طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وبالتالي فإحنا النهاردة حققنا هدفين من هذه الفلسفة. الهدف الأول هو أن هذه المستشفيات والوحدات أثناء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مش هنحتاج أن احنا نعيد تصميمها مرة تانية، لأن هي جاهزة بالفعل للمنظومة. وبالتالي فإحنا بنسرع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باستخدام المنشآت اللي تم الاستثمار فيها في حياة كريمة. والهدف الثاني أن الحد التأمين الصحي ما يدخل لهذه المحافظات طبقاً للجدول الزمني لتطبيق المنظومة. هذه المحافظات قادرة النهاردة أن هي تقدم خدمات طبية متسقة أيضاً مع المعايير الدولية الخاصة بجودة الخدمات. يحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، و24 مستشفى مركزية و369 وحدة إسعاف، كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن. وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي عندهم قدرة على وقاية من الأمراض المعدية، عندهم قدرة نكتشف أي مرض معدي أو أي مرض وبائي. الحاجة الثالثة عندنا قدرة نستجيب لأي حدث صحي غير متوقع أو في زيادة في أي مرض معدي. كل القطاع الصحي هو قطاع بنشوف عليه المستشفيات، ودي أهالينا، ودي حقيقة لازم تكون شايفينها، لأن في منشآت كتيرة متهلكة عدى عليها 30 سنة و40 سنة و50 سنة، وعندي بعض المنشآت عدى عليها 100 سنة. فمتخيل منشأة صحية المفروض ينطبق عليها الكودات المصرية الحديثة، تطويرها مطلوب يتطبق فيها معايير الجودة أو مكافحة العدوى، مطلوب يتطبق عليها معايير التحول الرقمي، وده جزء أو بيلر مهم جدا بنتكلم عليه، ونفاجأ أن أنت المنشأ نفسه عمره قديم، المنشأ نفسه فراغاته ضعيفة وما شابه.
طيب على هامش ده بنعمل ايه دلوقتي؟ بنصمم وبننفذ وبنطور المنشآت القادمة القديمة، وكمان بنعمل إنشاء جديد لمنشآت حديثة. عشان كده من 2014 حتى هذه اللحظة بنينا فوق 1135 مشروع بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه. بالنسبة للأبنية اللي هي لم تنشأ بعد، خصصت له هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إدارة اسمها إدارة التصميمات الصحية الآمنة، فاشترت يعني القرارات الوزارية وحتى توجيهات من دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع هذه المنشآت تراجع من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عشان نضمن أن هذه التصميمات متوافقة مع أكواد مركز بحوث البناء والإسكان اللي هي وضع معايير معينة وأكواد معينة عشان نضمن أن المنشآت الصحية سليمة ومتوافقة مع ما يطمح إليه النظام الصحي. الحاجة الثانية إنها كمان تكون متوافقة مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فيما يخص الناحية التشغيلية والوظيفية، فإحنا بعد ما تنشأ مش هنبقى متفاجئين إن إحنا عايزين نكسر حيطة أو نفتح باب أو نعمل تعديلات داخل المنشأة الصحية، لأن هي من البداية مصممة وفق أكواد ووفق معايير سواء إنشائية أو معايير كمان تشغيلية خاصة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. حكاية الإصلاح الصحي في مصر بدأت بإرادة سياسية قوية سنة 2018 بإطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية اللي في الحقيقة كان لها دور كبير جدا في تحسين مؤشرات الصحة العامة، وكان أهمها طبعا مبادرة 100 مليون صحة اللي من خلالها الدولة المصرية نجحت في القضاء على فيروس سي، ومهدت الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدأت فعليا عام 2019.